هاي ايه شفتوني خلاص تمام مفيش اي مشكله يعني كفايه كفايه سؤال بقى كفايه يعني انتوا حقيقي انت فاهم انت تضيعتوا عليا متعه الاجازه اللي انا كنت فيها بجد يعني انا كنت قاعد مستريح مفيش اي حاجه اعملها مفيش اي حاجه في ايديا ان انا اعملها مفيش افكار مفيش اي حاجه في دماغي في امتحانات في حاجات رخمه كتير في يوم ممل بكل ما تعنيه الكلمه من معنى ولكن لا لازم يجي الفان الجميل الصغير العسل انت فين انت بتعملش فيديوهات ليه انت لازم تعمل فيديوهات عشان احنا بنحب نتفرج عليك وانت مش قناه خاصه بالربح انت اصلا قناه كامله قناه تقنيه كامله بتتكلم في اكتر من حاجه مش ربح بس وانا بعتز بيك انت يا شخص يلي فاهم كده وانت شخص محترم حقيقي زيكم تمام اعتقد ان انتوا تمام انا ما عنديش اي حاجه اقولها النهارده ومش جاي اقول لك اكيد معلومه ولكن انا جاي ااكد عليك معلومه ان انا راجع قريب جدا حتى انا بدات زي ما انتوا شايفين بدات ارجع زي ما انتوا شايفين وشي بدا يرد زي ما كان حقيقي انتوا ما شفتوش او انتوا ممكن تكون شفتوا وشي في الستوري اللي انا كنت منزلها على اليوتيوب اللي باي ذا واي اضافه جميله جدا يوتيوب شكرا جدا يوتيوب شفتوا وشي في الستوري كان شكلي غريب جدا لسه موجوده لحد دلوقتي ممكن ترجعوا تشوفوا الستوري اليوتيوب ما بيشيلش الستوري بعد 24 ساعه زي الواتساب او زي الانستغرام مش عارف ليه يعني ولكن بغض النظر تمام انا احسن دلوقتي اقدر ان انا اعمل فيديوهات عندي افكار ولكن مش حلوه قوي ومش دي الافكار اللي انا عايز ارجع بيها تاني حاجه ايه اللي معطلك ايه اللي مخليني مش قادر اعمل فيديوهات ان انا غير ان انا كنت تعبان يعني ان انا ما بعملش فيديوهات بسبب ان انا عايز ارجع بحاجه حلوه عايز ارجع بحاجه تقيله عايز ارجع بحاجه اقدر انافس بيها ارجع انا ما روحتش عشان ارجع انت فاهمني بس عايز ارجع انت فاهم لا يعني عايز ارجع بفيديو الناس تقول ايه ده فاهمين انتوا الحته ايه ده دي اللي انا عايز اوصل لها بس لسه لحد دلوقتي ما جاش في دماغي فكره حلوه زي حاجه ده مثلا زي اليوتيوبر الفشيخ او حاجه زي اللي احنا كنا بنعملها لحد دلوقتي مفيش افكار من الجامده دي ولكن بغض النظر الفيديو ده ما يعتبرش طبعا مش رجوع بقى وكده انا بس بوريك ان انا قادر ان ارجع عادي انا موجود ولكن انا بس الفتره دي مش مرتاح نفسيا بنسبه 70-80% حتى ان انا اقدر اصور فيديوز عاديه لان زي ما قلت لك انا عندي امتحانات يوم 25 الجاي بدايه امتحاناتي انتوا طبعا عارفين ان انا شاطر جدا في الدراسه طول عمري فبالتالي انا مش قلقان خالص في موضوع الامتحانات عادي امتحان زي امتحانات الثانويه العامه وهتعدي مفيش اي مشكله هنجح فيها اكيد يعني كالعاده واكيد مش هسقط السنه دي يعني اكيد لا يعني انتوا بتتكلموا في ايه انا اكيد هنجح السنه دي وش يعني ولكن هل في فيديوز جايه مش عارف دي الفكره بقى دي المشكله لحد دلوقتي ان هل انا قادر اصلا ان انا افكر واعمل فيديوز وانا اصلا عندي امتحانات وعندي مشاكل نفسيه شويه في حاجات كتير قوي متلخبطه فانا قلت اطلع اعمل الفيديو ده من غير اي مقدمات انا كنت ناوي اعمل لكم فيديو خفيف كوميدي لطيف كده ان انا اطلع اوريكم انا كنت فين وبعمل ايه الفتره دي فيديو كده لطيف ظريف ولكن قلت بدل ما اعمل الفيديو ده واتعب نفسي بصراحه لان كنت هتعب قوي في الفيديو ده قلت لا عادي يعني شكرا جدا لل 40,000 مشترك اللي عندنا قلت برده بالمره اقولها لكم في نص الفيديو كده بحيث ان انتوا ايه اي حاجه تمام ولكن بس انا قلت اطلع اطمنكم عليا ان انا تمام مفيش اي مشكله خالص وموجود دايما والاستوديو موجود ما حددتوش يعني ولسه القناه شغاله ولكن الفكره ان انا ما عنديش الحاجه الفجره ان انا ارجع بيها بقوتي بمعنى اصح يعني بس وانا الفتره اللي فاتت كنت بعمل لكم في اعلانات ومش عارف ايه وبحيث ان انا ايه اخلص الاعلانات اللي الناس كانت طالباها مني او اللي انا مدفوع لي اوريدي فلوسها وما عملتهاش وكذا اعلان كان مطلوب مني وخلصتهم ومش عارف تعمل لسه اعلان واحد او حاجه زي كده وما اعرفش اخلصه امتى ولكن بغض النظر يعني ده اعلان خاص شويه فهيبقى هيطول شويه معايا ولكن بغض النظر عن كل ده فاكيد العوده هتبقى اقوى بكتير من كده ولكن احنا مستنيين حاجه جامده حاجه تقيله نرجع بيها انا حتى ما اعرفش الفيديو ده هنزله ولا لا ولكن ممكن ننزله ان شاء الله ولكن انا عايز فعلا حاجه جامده قوي ارجع بيها فاستنوني فمهما كان اللي بيحصل مهما كان التاخير مهما كان اي حاجه فانا اكيد موجود دايما الناس اللي بتسال على فيسبوك وكده الناس دي ناس محترمه الناس كده انا ممكن بعد الفيديو ده ما ينزل ممكن اطلع لايف او حاجه ونتكلم عادي ولكن انا بس حبيت ايه اوضح لكم ان انا موجود انا ما اختفيتش
انا موجود على السوشيال ميديا دايما، موجود دايما على فيسبوك، موجود دايما على انستغرام، موجود دايما على يوتيوب، ولكن انتوا لو عايزيني فعلا هتلاقوني على طول، لو عايزيني فعلا هتسالوا عليا دايما، لدرجه ان انا اطلع اعمل لكم فيديو تافه زي ده ملوش اي لازمه عادي. تمام، فبس كده، ده بس اللي انا كنت حابب اقول لك النهارده. مش حابب اعرفك اي حاجه عن اللي هيحصل الفتره الجايه، لان ممكن يحصل حاجه حلوه جدا، ممكن ما يحصلش اي حاجه، لان انا زي ما قلت لك في امتحانات وكده، ولسه الوعكه الصحيه اسمها وعكه، الوعكه الصحيه اللي انا فيها. يعني ايه وعكه برضه عشان الناس عايز تفهم؟ وعكه دي حاجه مطوله معاك شويه، انا لسه ما زلت في فتره الوعكه، اللي هو انا لسه ما قمتش قوي، تفهمني؟ لسه ايه بقوم. تمام، فان شاء الله لما اقوم من الوعكه الصحيه هقوم على امتحانات، وبعد كده من امتحانات هرجع على يوتيوب على شغل صعب، ولكن اكيد اكيد في وقت ما هنرجع تاني وهنبقى احسن من الاول ان شاء الله، بس الوقت ده قريب جدا، يعني هخلص امتحانات في شهر واحد يعني ما تقلقوش. بس كده، شكرا جدا ليك على مشاهده الفيديو ده، اعتقد انت ما اتفرجتش اصلا، ولكن بغض النظر عن كل ده فاكيد اكيد زي ما قلت لك لينا عوده، وهتبقى عوده حلوه ان شاء الله، وهتبقى حاجه كده كرييتيف، حاجه جديده زي ما انا عودتكم دايما في الشانل دي. ونصيحه اخيره، لو انت تابع القناه دي عشان هي قناه ربحيه فقط، فلا، القناه دي مش ربحيه فقط، القناه دي بتتكلم عن كل حاجه لها علاقه بمجال التقنيه، فما تستغربش خالص لو لقيت فيديو زي ده او لقيت اي فيديو تاني، لان القناه دي قناتي انا الشخصيه، فبالتالي انا ممكن اعمل عليها اي حاجه او انزل فيها اللي انا عايزه، بغض النظر عن اسم القناه، بغض النظر عن القناه او عن محتوى القناه، فانا ممكن انزل اي حاجه. فانت ممكن بكره مثلا تلاقيني منزل فيديو جيمنج وبلعب قشطه يعني، تمام؟ فعادي متقلقش يعني، الموضوع ده اكيد مش طول اكتر من كده، فيديو تافه زي ده، فبس كده، سلام.